السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديدة عن الوضع في تونس. طبعا لا يمكن أن أتكلم عن كل التيارات في هذا الفيديو، ولهذا سوف أتكلم في هذا الفيديو عن تيارين فقط: التيار الوطني الذي فشل في كل الدول الشمال إفريقية والشرق أوسطية ما عدا دول الخليج نسبيا، وأقصد السعودية، بغض النظر عن الحكومات والعائلات التي تحكم وطريقة الحكم. هذه المنطقة ليس لها مشكلة هوية ومتصالحة مع تاريخها وهويتها، وتريد أن تفرض هويتها علينا بكل الطرق تحت شعار الإسلام أو تحت شعار اللغة العربية، وهذا موضوع آخر. سوف أتكلم أيضا في هذا الفيديو عن التيار الذي يطلق عليه القومية العربية. أما في الفيديوهات القادمة سوف أتكلم عن بقية التيارات، هو التيار المستغرب أو التيار الذي موالي للغرب، والتيار اليساري أو الشيوعي، وأخيرا التيار الإسلامي الذي تعرفونه جميعا. طبعا تكلمنا في الفيديو السابق عن الطبقات الاجتماعية الخمسة الذي هي التي تحدد من يحكم الدولة بطريقة ديمقراطية أو عن طريق الدكتاتورية، وهم التقدميين أو الحداثيين وهم قلة، والمحافظين والمتخلفين أو الأصوليين وهم قلة، ثم الرعاة والعامة وهم الأكثرية، والرابع هم الطبقة الصامتة التي لا تتحرك إلا عندما يزعزع استقرارها، والطبقة الأخيرة والمعروفة هي الطبقة الانتهازية والمصلحية، والتي لا تفكر لا في الوطن ولا في المستقبل، وإنما في مصلحتها الآنية فقط، وهي أغلبها تنتمي لما يسمى الطبقة المتعلمة، لكي لا أقول مثقفة، وهي أكثرها شخصيات معروفة لها تأثير كبير فيما تقول رغم أنها قلة. وطبعا يمكن العودة للفيديو الذي قبل هذا لكي تأخذ فكرة عن هذه الطبقات الخمسة، وكيف يعني هي الذي يعود لها من يحكم الدولة. السؤال الذي نطرحه الآن: ما هي التيارات السياسية الفكرية التي ظهرت قبل الاستعمار وبعد الاستعمار في دولنا؟ للعلم، قبل الاستعمار أو التدخل الغربي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي كان كما تعلمون يتبع جله للإمبراطورية العثمانية الإسلامية، التي كانت تسرق ثروات، وهنا ليس الثروات المادية فقط وإنما حتى البشرية، لاستعمالها في حروبها، ومجهلة الشعوب وجعلتها تغرق في الطرق الصوفية والشعوذة والأحلام ما بعد الموت، وتخمد أي صوت بالحديد والنار. دولنا عاشت خلال فترة الإمبراطورية العثمانية الإسلامية أقصى أنواع التخلف، يعني ما تنجموش تتصوروا، يعني اللي عاشته الدول متاعنا. صحيح كل دولة بنسبة معناتها تختلف عن الأخرى، وتونس كانت في قلب هذه المعمعة في عصر ما يسمى البيات. أما دول الخليج التي لم تستعمر بطريقة مباشرة مثل بقية الدول، معناتها استطاعت الحركة الوطنية
أن تنهض في السعودية وتحالفت مع الغرب لإسقاط الخلافة العثمانية وإعادة مجد العربي والإسلامي. وطبعا هذه قصة أخرى. أما المغرب فهي كانت من السباقين للتحالف مع الغرب، بل للتسليم كليا للغرب، وجعل العرش العلوي تحت خدمة المصالح الغربية. أما تونس رغم كل المحاولات للإصلاح الذي قام بها بعض الوزراء والبيات للاستقلال عن تركيا وتكوين ما يسمى بدولة وطنية مستقلة، وجدوا أنفسهم لا قدرة لهم إلا بالحماية الفرنسية التي تحميهم من تركيا، والتي تحولت إلى استعمار تحت قوة السلاح. هذا التحول الكبير الذي حصل لتونس في آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين من الابتعاد عن تركيا العثمانية، خاصة عند هذا الابتعاد يعني أصبح أكبر عندما استعمرت فرنسا تونس، والتقرب من الحضارة الغربية القادمة، ورغم الاستعمار وظهور تيارات سياسية وفكرية في جميع المجالات وحتى الدينية والفنية والثقافية من أجل التجديد والقطع مع الماضي المرير الذي عاشته تونس تحت حكم الأتراك. رو بقينا فترة طويلة جدا ما نعرفوش العالم شنو فيه. يعني دخول فرنسا رغم كل مضار الاستعمار يعني حل عينين التوانسة وخاصة النخبة باش تشوف العالم شنو قاعد يعيش، خاطر تركيا كانت مسكرة علينا كل الأبواب، وأي تقرب من الغرب تعتبره خيانة وتعتبره تعدي على الإسلام وتعدي على الإمبراطورية التركية التي لها مطامع لاحتلال أوروبا. دخول الاستعمار الفرنسي إلى تونس أحدث صدمة كبيرة لم تحصل من قبل، ومش في تونس برك، حتى في مصر، في سوريا، في العراق، في الشام، حيث تونس وكل هذه الدول لم تعرف الاستعمار الغربي منذ دخول المستعمر العربي الإسلامي. فكان بالنسبة لهم هذا المستعمر غريب في الشكل والعقلية، مما جعل النخبة الوطنية التونسية التي كانت تطالب بالاستقلال عن تركيا تتوحد وتطالب بالاستقلال عن جميع أنواع الاستعمار الغربي والشرقي. ومن هنا ولدت في تونس أول حركة وطنية تونسية فعلية شارك فيها جميع أنواع النخبة، أطلق عليها حركة الشباب التونسي. هذه الحركة الوطنية التونسية بدأت قبل الاستعمار كما قلنا من عهد خير الدين باشا، الذي أطلق على نفسه خير الدين التونسي، الذي لم يكن من أصل تونسي ولكن كان يحب تونس كأنه تونسي، وكان وزير وقام بإصلاحات حداثية تقدمية مهمة جدا. وهذا يدل إن دل على شيء لا يهم أصلك، الأهم ماذا تقدم للوطن الذي اخترته. يعني الاعتماد على أن لازم يكون أصلك تونسي كلام فارغ. هاو خير الدين باشا أو خير الدين التونسي ما كانش 100% تونسي، بل ما كانش تونسي أصلا. وشوف شنو قدم لتونس، بينما هناك توانسة 100% يدمروا بلدانهم. وهذا فكر متخلف لا يمكن الاعتماد عليه. يجب أن تثبت أنك تحب تونس وتعمل من أجل تونس بإخلاص، هذا يكفي لكي تحكم تونس مهما كان أصلك ومهما كان دينك ومهما كان معتقدك. أعطيني شنو باش تقدم لتونس؟ اللي يقولوا الواحد متوانسة 100% ما باعوش تونس؟ هل يمكن أن نعتبرهم توانسة؟ شكون التونسي؟
ولا شكون الجزائري ولا شكون المغربي، هو اللي يخدم بلاده، هو هذا هو اللي يجب الاعتراف به، مش نعتمد على لازمك تكون 100% تونسي 1000% تونسي. هذا كلام فارغ وكلام يعني متخلف. إذن بعد الاستعمار الفرنسي تم تكوين حركة يطلق عليها الشباب التونسي من خريجين مدرسة الصدقية الذي واصلوا تعليمهم بالخارج، وفي مقدمتهم طبعا علي باش حامبة وبشير أصفر، وكان معاهم جماعة من جماعة الزيتونة مثل الشيخ عبد العزيز الثعالبي والطاهر حداد، يعني هذوما النخبة من الزيتونيين والصدقية يعني عرفوا العالم فين ماشي، لهذا خلقوا هذه الحركة الشبابية التونسية في سياق معناتها حركة إصلاحية التي بدأت مع خير الدين التونسي وأحمد ابن أبي ضياف ومحمد بيرم. هذه الحركة كانت مواكبة لعصرها، حيث في تلك الفترة في القرن 19 وبداية القرن 20 ظهرت ما يسمى بالحركة الوطنية في العالم أجمع مش في تونس، وهذه الحركة الوطنية ظهرت معناتها معاكسة للفكر الإمبراطوري أو الأنظمة الشمولية التي بدأت تتقلص وتظهر ما يسمى بالدول الوطنية التي تقوم على فكرة الأرض والحدود. وكانت لهذه الحركة يعني فكرة تكوين وطن تونسي مستقل مثله مثل كل الأوطان التي بدأت تظهر في ذلك الوقت. هذه الحركة كانت حركة حداثية وتقدمية تعتقد بالوطن والمواطن ولا تعتقد بالأمة أو بالإمبراطورية، فهي تعتقد اعتقاد كامل بالوطن وبالهوية. طبعا في هذه الفيديو سوف لا ندخل في التفاصيل لأن نريد أن نصل إلى ما هو مهم وهو الوضع الحالي في تونس. إذن يمكن القول ولادة أول طيار وطني حداثي في تونس يؤمن بالوطن التونسي أولا كدولة مستقلة وذات سيادة وتعمل على تطوير تونس وتوعية الشعب للالتحاق بركاب الحضارة في ذلك الوقت. مشروع هذه النخبة هي أن تكون تونس مواكبة للتطور الفكري والتكنولوجي في جميع المجالات. هذا التيار مع الأسف لم يعد موجود اليوم كما كان عليه عند ظهوره، والذي كان فرصة لتونس لكي تكون من الدول المتقدمة. وأسباب فشل هذا التيار عدة أسباب، هناك أسباب أساسية ورئيسية وأسباب ثانوية، وللعلم هذا لم يحصل في تونس فقط بل حدث في كل الدول الشمال الإفريقية والشرق أوسطية. إذن الأسباب الرئيسية التي جعلت التيار الوطني الحقيقي التونسي يفشل هو التيار المحافظ، التيار الرجعي الذي كان قوي جدا في ذلك الوقت، طبعا لا يسمح بأي تقدم أو تجديد، فعارض التيار الحداثي. أما السبب الرئيسي الثاني هو التيار الحداثي نفسه الموالي للغرب والموالي لفرنسا الذي تم تقديم له كل الدعم للقضاء على التيار الحداثي الوطني، لأن مساعدش فرنسا أنه يكون طيار تقدمي وحداثي وفي نفس الوقت وطني. أما السبب الرئيسي الثالث هو ظهور طيارات أخرى أجنبية عن تونس بإمكانيات هائلة، وتقاسمت الساحة وشتتت الجهود بحيث التيار الوطني الحقيقي لم يعد له أي وجود،
إلا كفكرة ينادي بها البعض دون أن يكون لها أي صدى، لأن حوربت من جميع الجهات. أما الأسباب الثانوية التي جعلت هذا المشروع الوطني التونسي يفشل فهي كثيرة، ولكن سوف أحاول أن أذكر أهمها. أولا، انحصار نشاط هذه الحركة الشبابية التونسية في العاصمة والمدن الكبيرة فقط، وأهملت المدن الداخلية. وهذا نفس الشيء وقع في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي وبعد الانتفاضة اللي خلانا نوصل للحالة هذه. ثانيا، انحصار نشاطها على الطبقة المثقفة والنخبة، وخلقوا فجوة بينهم وبين عامة الشعب، أي ليس لهم سند شعبي، وخاصة أن أغلبية الشعب التونسي يعيش الأمية بسبب التسجيل الذي عاشوه تحت الاحتلال العثماني، وانتشار العروشية والقبلية والطرق الصوفية الفولكلورية وسلطة رئيس العرش أو رئيس القبيلة وأئمة الطرق الصوفية على عامة الناس. يعني كان إمام الزاوية أقوى، معناتها من مسؤول، عنده السلطة كاملة. ثالثا، استعمال اللغة الفرنسية في منشوراتهم الذي يصدرونها، رغم أن في مشروعهم اعتماد اللهجة التونسية كلغة، مثل ما حدث في فرنسا وإيطاليا ومالطا. علاش نمشيو بعيد؟ مالطا، حيث المالطية هي لهجة تشبه التونسية، أصبحت اللغة المالطية، وكان يمكن أن يحصل ذلك في تونس، وكذا ما عادش توقع فجوة، لكن مع الأسف لم يحصل ذلك، واندثرت هذه الحركة وانقسمت ولم يعد لها وجود. أما السبب الأخير الثانوي هو لم يتم الاعتراف بها ولا بمشروعها، وتم تهميشها وتم محاربتها محاربة قوية من طرف الجميع، لأن ليس في مصلحة أحد أن تصبح تونس دولة مستقلة بأتم معنى الكلمة. ما يقبلوش أن تونس تصبح دولة مثل الدول الأوروبية، فهم يعتبروا تونس دولة متخلفة من إفريقيا، من بقايا الاستعمار التركي، لا تصلح إلا أن تكون مستعمرة ولا تحت وصاية غربية ولا تكون لها سيادة. كما أن الغرب لم ولن ينسى قرطاج، كما أن الشرق بدوره لا يقبل ذلك، لأن يعتبر تونس بوابته نحو شمال إفريقيا ونحو أوروبا. إذن نكتفي بهذا القدر الصغير من الحديث عن الحركة الوطنية التونسية الحقيقية التي كانت تؤمن بتونس كدولة مستقلة وذات سيادة لا تتبع الغرب ولا الشرق، وتعمل على تطوير تونس وتطوير شعبها للالتحاق بركاب الحضارة. يعني هذه مسألة واضحة، كما قلت لكم هذه الحركة الوطنية اليوم في خبر كان. أما التيار الثاني هو التيار العروبي القومي الذي انطلق من الشرق، من الشام والعراق، ثم انتقل إلى مصر في آخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كان الفكر القومي في ذلك الوقت طاغي في العالم، حيث كل شعب يبحث عن أصله، ومن ليس له أصل خلق له أصل، مثل في كندا وأمريكا. وتونس حاولت ذلك، أن تنسب نفسها لتاريخها العريق أكثر من 10,000 سنة، ولكن مع الأسف لم يسمح لها بذلك، لا من طرف المستعمر الغربي الفرنسي ولا من طرف الشرقي الذي يعتبرها جزء من الأمة العربية، ولا حتى من شعبها. عامة شعبها لم يكونوا معناتها مهتمين بذلك الأمر كليا، وليس لهم فكرة أن تونس تصبح دولة مستقلة. ظهور هذا المد القومي العربي بدعم غربي
كامل خاصة من فرنسا وبريطانيا لتقليص الدولة العثمانية من جهة وتوقف التمدد الفارسي نحو الشرق الأوسط وبداية الحركة القومية العربية بتأسيس حركة القوميين العرب في نهاية القرن التاسع عشر وتحديدا 1891 عندما تم تأسيس الجمعية العربية الفتاة في باريس. هذا التيار الذي كما قلنا انطلق من العراق والشام وانتقل إلى مصر وأثر في ليبيا وتونس ووصل إلى الجزائر كان السبب المباشر في قتل كل الشعوب الأصلية في هذه المنطقة من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا، ونسبهم كلهم للهوية العربية التي هي هوية ليس هويتهم قبل أن تلحق عليها من المغرب في الأخير. وكان للسعودية في ذلك الوقت دور كبير مع الغرب في نشر الهوية العربية وفرضها على كل مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفوتت الفرصة لكي تكون لهذه الشعوب هوية تناسب تاريخهم وأصلهم، وحددوا تاريخ هذه الدول للغزو العربي لهم. كما أن الغرب شجع القومية التركية بقيادة أتاتورك والقومية العربية في الجزيرة العربية، وهذا من أجل إنهاء الإمبراطورية العثمانية التي انتهت في الحرب العالمية الأولى وانتصر الغرب عليها وتم إسقاطها، وخرج الغرب منتصر والخليج أو السعودية منتصرة، وخرجنا نحن الغير عرب كلنا بدون هوية أو بهوية ليس هويتنا. يعني هذه مسألة واضحة وبينة. القومية العربية رغم أنها لا تخصنا نحن كتوانسة ولا هويتنا ولا تخص الشام ولا مصر ولا العراق، فهذه الحركة أو التيار صحيح كان حداثي ولكن تغلب عليه الدكتاتورية، نقصد يعني هذه الحركة العروبية تغلب عليه الدكتاتورية من جهة، ومن جهة أخرى عمل على محو هوية الشعوب الغير عربية وسبخة بالقومية العربية. وبالفعل بعد سقوط تركيا وانتهاء الخطر التركي انقلب نوعا ما هذا التيار على داعمة ومؤسسة وأصبح يطالب بالاستقلال الفعلي عن الغرب بهوية عربية ليس هويته بعد أن تحرر من الأتراك، وهنا تحول إلى خطر بالنسبة للغرب. فتبنى هذا التيار الفكر الاشتراكي على الطريقة العربية وتحالف مع عدو الغرب الاتحاد السوفيتي، وظهرت ما يسمى بالأحزاب القومية العربية مثل البعث في سوريا والعراق الذي جاءوا لنا بصدام والأسد وجمال عبد الناصر والقذافي وهواري بومدين وغيرهم. التيار العروبي استعمل بقوة للتعريب المناطق التي تعتبر ليس عربية من العراق إلى المغرب، كما استعمل خاصة في العراق لمحاربة إيران، كما استعمل أيضا لإخضاع هذه الشعوب الشمال إفريقية والشرق أوسطية تحت سلطة دكتاتورية نشرت التخلف والقهر والخوف وسفكت الدماء لكل صوت حر وطني مهما كان. أغلب الوطنيين ماتوا في هذه الحقبة، ما يسمى حقبة بعد الاستعمار، لكي دولنا تبقى متخلفة، وجعلت الفارق بيننا وبين الغرب جدا كبير، حيث رغم أن في الظاهر يظهر حداثي وتقدمي إلا أن الفارق بينه وبين التيار المحافظ الرجعي
السلفي فارق جدا ضئيل، بحيث فقط يقدم العروبة على الإسلام لا أكثر ولا أقل. طبعا التيار القومي العربي الآن لم يعد له وجود، خاصة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وبعد إعدام صدام، ولحق به البقية آخرهم القذافي. أما سوريا فهي تخلت نسبيا عن العروبة وتحالفت مع إيران وروسيا، وهم الآن أقرب للإسلاميين. التيار الأخير الذي سوف نتكلم عليه الذي جند للقضاء على العروبة وعلى التيار الشيوعي، فلهذا الآن أكثر العروبيين والشيوعيين تلقاهم متحالفين مع التيار الإسلامي. ولكن مع الأسف التيار العروبي يعني خلق أضرار كبيرة جدا على الشعوب، حيث نسوا أصلهم وأصبحت العروبة بالنسبة للكثير أمر محتوم ومسلم فيه، وتصوروا هذا ما هوش سهل. للعلم قبل أن أختم الحديث عن التيار العروبي، إن قبل الاستعمار لم يكن هناك مشكلة هوية، حيث الدارجات المتكلم بها كانت تعتبر لغات وطنية وليس لها مشكل مع اللغة الأصلية. أضرب لكم مثال بشمال أفريقيا، الأمازيغ يعتبرون أنفسهم كلهم أمازيغ مهما كانت اللغة التي يستعملونها، الدارجة أو اللهجة أو اللغة الأمازيغية الأم. هذه الدارجة ولدت على أرض أمازيغية ومتأثرة بالأمازيغية من ناحية الكلمات حتى النحو والصرف وتركيب الجمل، فهي أقرب أن نسميها لهجات أمازيغية أو لهجات أمازيغية عربية أو دارجة أمازيغية عربية من أن نسميها دارجة عربية، فهي بعيدة كل البعد عن العربية الفصحى. وهذا تواصل خلال الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا، حيث الكل يعتبر نفسه أمازيغي، بل فرنسا كانت تطلق عليهم البربر، حيث لو عدنا للمراسلات والأوراق الرسمية لا يتكلمون عن عرب بل كانوا يتكلمون عن بربر أي أمازيغ. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك فرق بين الأمازيغي الذي يتكلم الدارجة أو العربية أو الفرنسية أو الأمازيغية الأم. الأمازيغ عبر التاريخ تكلموا لغات كثيرة، لم تكن اللغة مسألة مهمة جدا لتحديد الهوية، ولكن ذلك تطور خلال الاستعمار الفرنسي وبدعم من فرنسا في خلق الفارق بين من يتكلم الدارجة على أساس أنه عربي، والذي يتكلم الأمازيغية الأم هو أمازيغي، والذي يتكلم الفرنسية هو متغرب وموالي لفرنسا. يعني هنا فرنسا الاستعمارية هي التي خلقت هذه التفرقة بسياستها فرق تسد. هذا التيار العروبي كان أشده في مصر والعراق وسوريا كما قلنا، وكل التيارات الموجودة في الدول الأخرى في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط ما هي إلا فروع، ما عدا نوعا ما ليبيا التي لها عروبة من نوع خاص تعود لشخصية القذافي الذي يريد أن يترأس الفكر العروبي، ولكن لم ينجح إلا في ليبيا نسبيا. أما في المغرب فالملكية تبنت العروبة وفرضته على الشعب. أما في الخليج ليس هناك مشكل لأنهم بالفعل عرب وليس لهم مشكلة هوية. أما في الجزائر العروبة على أشدها، خاصة بعد ما يسمى بالاستقلال إلى اليوم، حيث الدولة تعتبر لا يمكن لها أن تحكم الجزائر بالحديد والنار إلا تحت اسم العروبة، رغم أن أكبر المدافعين على العروبة في الجزائر أمازيغ ومتكلمين الأمازيغية،
ويمكن أن نعتبر أن المغرب والجزائر حكوماتهم لا يمكن أن تستمر بدون العروبة، فالعروبة هي الضامن لهم في الحكم. لهذا عملية التعريب على أشدها في هذه الدول. أما في تونس، التيار العروبي القوي الذي ظهر في عهد الاستعمار كان تيار صالح بن يوسف. طبعا التوانسة يعرفوا شكون هو صالح بن يوسف، الذي كان ضمن الحركة الحداثية التقدمية ولكن كان يميل للعروبة، الذي قتله بورقيبة لكي يفرغ له المجال لتغريب تونس كما يريد. هذا التيار كما قلت كان ضمن الحركة الحداثية، ولكن كان له خلاف كبير مع بورقيبة في مسألة الاستقلال عن فرنسا، حيث بورقيبة لا يريد مواجهة مباشرة مع فرنسا ويرغب في الحفاظ على مصالح فرنسا في تونس، وأقرب إلى فرنسا من صالح بن يوسف الذي كان عكسه كليا، ويريد ويرى تونس مع ما يسمى الأمة العربية والفكر القومي العربي القادم من الشرق. وبعد مقتل صالح بن يوسف وملاحقة كل أتباعه، قوت شوكة بورقيبة وأراد بناء ما يسمى الوطن التونسي على شكل فرنسا، ولكن لم ينجح مثل ما نجح أتاتورك نوعا ما، رغم أنه فشل في الأخير ولكن فما نسبة من النجاح. بورقيبة ظروف اقتصادية وظروف أخرى جعلته في آخر حياته يرجع للشق العربي عن طريق الوزير محمد مزالي. وطبعا بعد الانقلاب على بورقيبة من طرف بن علي، يمكن أن نقول تونس رجعت للحظيرة العربية وأصبحت العروبة ضمن برنامج الدولة مثل في الجزائر والمغرب، رغم أن تونس تم تعريبها كليا من طرف بورقيبة الذي دمر القرى الأمازيغية وهجرهم تحت شعار محاربة العشائر وتفكيك العروش لخلق ما يسمى بالدولة الوطنية على النموذج الفرنسي. يعني هذا شنو وقع؟ يعني العروبة قوات في آخر عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، وبعد الانتفاضة وهروب أو خطف بن علي وقعت نوع من الحرية في تونس، فبدأت تظهر الهوية الأمازيغية على الساحة على عدة أشكال، على شكل فولكلور، ثقافة، اجتماع وحتى سياسة، ولكن لم تكن بالقوة التي تترك صدى، خاصة أنها مقسمة بين حداثيين وأصوليين، ومقسمة بين من له ولا للشرق وللعروبة ومن له ولا للغرب، ومقسمة بين من يعتبرها جزء من التركيبة التونسية ومن يعتبرها هي كل تونس، كما هناك خلاف بين العودة للغة الأم أو الاكتفاء بالدارجة التونسية واعتبارها لهجة تونسية أصيلة نبتت على أرض تونسية دون التقليل من شأن اللغة الأم المؤثر المباشر على اللهجة التونسية. رغم كل هذا الانقسامات الأمازيغية جعلت التونسي يتساءل من هو. حتى في نقاش الدستور 2014 أخذوا بعين الاعتبار هذا الأمر، رغم أنهم أكدوا على عروبة تونس في الدستور، ولكن مع دستور قيس سعيد الأمر حسم. تونس دولة غير مستقلة، تونس جزء من العالم العربي، تونس ليس أمازيغية ولا أي شيء آخر، تونس دولة عربية في دستور قيس سعيد. قطع الأمل في المستقبل على كل عودة للهوية التونسية، وهذا يعتبر كارثة كبيرة في تونس.
هذه سرقة للتاريخ وسرقة معناتها للتركيبة التونسية الأصلية، حيث أنكر كل شيء وخلى حاجة واحدة. وطبعا هذا يعتبر يعني تعدي كبير جدا، ورغم هذه الكارثة الكبيرة في دستور قيس سعيد وفي عقلية المنقلب على البلاد وسرقة ثقافتها وفكرها وتاريخها، إني أستبشر خير، لأن ذلك سوف يقوي التيار الوطني الحقيقي الذي لا ينكر أي طرف مهما كان في التاريخ أو الآن. تونس تاريخها واضح، وأصلها واضح، وموقعها واضح، وتقسيماتها واضحة، والتيارات التي فيها واضحة، والأديان والمعتقدات واضحة. علينا أن نعترف بالجميع، لأن غنى تونس في كل هذه التركيبة المتنوعة يكفي الاعتراف بها في دستور حضاري إنساني، وحماية كل الخصوصيات لكل مواطن تونسي على أرض تونس أو خارج تونس. يعتبر تونس وطنا مهما كان أصله، ومهما كان فصله، ومهما كان معتقده ودينه. المهم يكون إنسان، ومن بعد ذلك يعتقد أو يؤمن بما يريد. والدولة تحمي الجميع. الدولة يجب أن تكون مدنية، الفرد هو السيد، والحرية هي مقدسة وقتلها جريمة. هذه المسألة اللي لازمنا نفهموها جيدا، لأن لو لم نفهم هذه النقطة لا يمكن أن نتقدم نحو الأمام. إذن فلنترقب 25 جويلية، وسوف يمر هذا الدستور، هذا الدستور الكارثي. وكما قلت يعني هذا الدستور سوف يمر، لأن من يحكم تونس ديكتاتور بأتم معنى الكلمة، وسوف يمرر هذا الدستور. ولو مر هذا الدستور بالفعل سوف تعتبر انطلاقة جديدة لتونس من أجل التحرر الحقيقي وقيام حركة وطنية فعلية تقدمية حداثية تعترف بحدود تونس وكل الاتجاهات التي تعيش فوق هذه الرقعة الجغرافية في حقهم في الوجود، وحقهم في الحرية، وحقهم في التقدم واللحاق بركاب الحضارة. إذن لو دستور قيس سعيد يمر بنعم، وهذا متوقع من طرف ديكتاتور مثل قيس سعيد، فسوف تبدأ بالفعل حركة تحررية فعلية وطنية في تونس، تحرر تونس من هؤلاء المتخلفين الرجعيين السلفيين الذي يعيشون في الماضي وينسون المستقبل. إذن أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، ونواصل مع التيارات الأخرى في الفيديو القادم. تحياتي وشكرا على الاستماع، وشكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلامة. Thank you.